التونسي دوري من فترة اللي ولا مطالب دائما بالنتيجة والأداء. منتخب التونسي ولا أصبح من الفرق اللي تفرض الاحترام في القارة الإفريقية. مستوى الاستنظيم اللي يوصل له المنتخب التونسي اليوم يفرض علينا كل مباراة تتعاملوا معها بنفس الجدية وبنفس الروح عشان نحققوا نتيجة درجة أولى. أوني اليوم قدامنا سبور دو بيرفورمانس مطالبين بتحقيق النتيجة، ونفس الشيء مطالبين باش نقدموا الأداء اللي يفرض الاحترام ويحط المنتخب التونسي في الاستنظيم. زوج مباريات اليوم يندرجوا في نطاق تصفيات الكأس الإفريقية ضد المنتخب الغيني اللي نعرفوه ويعرفنا. آخر مباراة كانت مع المنتخب هذا نجح باش يفوق علينا. نفس الشيء نعرف هو المنتخب الغيني منتخب محترم جدا، حتى في نهائيات كأس الإفريقية الأخيرة قام بنتائج محترمة جدا. تقريبا فاز على عدة منتخبات، أنكار فيناليست هزم مع المنتخب السنغالي، فاز في دوري المجموعات على المنتخب الجزائري، نعرف قيمة المنتخب الجزائري، نفس الشيء في الدور الثنائي كان تصارع المنتخب المالي، دونك أوني أفيتي نعرفوا اللي منتخب يفرض الاحترام، بعد ثلاثة أيام تنقل البوتسوان ونعرفوا بعدين مباشرة مشاركة في دولة اليابان، دونك ضغط كبير، لكن يظل المنتخب التونسي يكسب من الخبرة، يكسب من الدراية، من التجربة اللي يخليه يعرف يتعامل مع الوضعية هذه، نعرف كل كبيرة وصغيرة. ثم حاجات ان بروجي جو تري سوليد تحط في المنتخب، ثم استراتيجية عمل قاعدين نواصلوا قاعدين نطوروا، نعرف اليوم شنو هي النقائص نتاعنا، نعرف شنو اللي يستنى فينا، عندنا رؤية فنية، إن شاء الله نكونوا موفقين، إن شاء الله الاختيارات نتاع لاعبينا في الفترة هذه وهذا أهم شيء واللي يمكن بعد تو نحكيو حتى على بعض الغيابات، راهو تفكيرنا بدا من اللحظة هذه باش نوفروا أفضل الظروف للاعبين هذوما، خاطر الهدف نتاعنا باش نكونوا في نوفمبر إن شاء الله في افضل الجاهزيه تاعنا، دونك تعطينا امكانيه بعض اللاعبين باش ينجحوا في الفتره القادمه، خاطر الاستعدادات في النوادي نتاعهم ومدى جاهزيتهم في النوادي هي اللي تخليهم يكونوا جاهزين في المنتخب. اكيد صحيح هي معناتها تمشي اون باراليل، اول حاجه الغيابات اكيد كل لاعب يبقى مؤثر، كل لاعب عنده قيمته في المنتخب التونسي، ماهوش من السهل كونك ثلاثه واربعه وخمسه ركائز يكونوا غايبين، هما لاعبين مهمين عندهم قيمتهم في المنتخب التونسي. لكن نرجع ونتاكد اللي يظهر لي على الاقل في ثلاثه مواسم الاخيره اهم زوز مباريات كانوا في تاريخ المنتخب التونسي هما اللي شفناهم ضد مالي اللي كانوا مؤهلين لكاس العالم، ونفس الغيابات هذه لظروف صحيه كانوا غايبين، كنا نفتقدوا ديلان براون اللي كان مصاب، كنا افتقدنا الوهاب الخزري اللي كان مصاب، الياس السخيري اللي كان معنا يمكن شارك الا في الفتره الاخيره، يوم فقط قبل المباراه نعرفوا قيمه ديلان ضعيفه في المجموعه في الفتره هذيك. وجاء معناتها عوض نادر الغندي وكان في قدم اداء ممتاز، دونك هذوما لاعبين مؤثرين منين يكونوا حاضرين معنا، اليوم هم مش موجودين، المنتخب التونسي لمن حضر، عندنا ثقة في المجموعة، هذه باش تكون فرصة ما نقولش معوضين لكن اللاعبين اللي أنا ديما نقول لهم اللي كلنا نتسماو محظوظين اللي اليوم يمثلوا هواة المنتخب، كل لاعب اليوم باش يجي فرصة باش يكون متواجد لازم يأكد معناتها اليوم يفو ماركي دي بوان في ليكيب ناسيونال، ما عادش حتى حد عنده مكان باسمه، ما عادش حتى حد عنده ستاتو واضح، نحترموا الكوادر تاع المنتخب، نحترموا الستاتو تاع كل لاعب، لكن احترامنا للمنتخب هو الاكبر. اليوم كيف تشوف انت تقريبا على 28 لاعب استدعيناهم في المباراه المالي، اليوم ثم 19 لاعب موجودين، يعني تقريبا اكثر من 75 80% لو نويو لو ستاتو تاع ليكيب ناسيونال موجودين، ثم ستاتو تاع ليكيب ناسيونال موجوده 80% موجوده، عادي جدا في فتره كما هكا فيها مباريات وديه باش نطعموا المنتخب ببعض العناصر الجديده، حلينا الباب زوز ثلاثه عناصر باش نشوفوهم، بعض العناصر اللي برزت في الشامبيونات الاوروبيه سي توتا في نورمال باش نعطيهم الامكانيه، يظهر لي اصبح في قائمه، القائمه كانت نجم نختلفوا شويه في اسم اثنين في الشوط هذا عادي جدا، لكن دون لونسومبل كانت قائمه متوازنه، خذينا فيها بعين الاعتبار اكس اخر خمونا فيه اللي هو يبدا ثم مركز ولا اثنين احنا عندنا حيره فيهم حتى في الشامبيونات لوكال ما لقيناش الحلول معناتها الناجعه 100%، تلفتنا المنتخب الاولمبي وهذا لا لوجيك دي شوز، ثم بعض اللاعبين في المنتخب الاولمبي اليوم علاقتي انا بنزاري مش حتى علاقه معناتها زوز مدربين بقدر الهيكل نتاعنا كاداره فنيه، سياسه التواصل نتاعنا لا لوجيك دي شوز، هذوما لاعبين يكونوا متواجدين في المنتخب الاولمبي نفتحوا لهم باب هذوما 19 20 21 سنه حاضرين، اعطينا الفرصة بعض اللاعبين من المنتخب الاولمبي، بعض اللاعبين من الشامبيون لوكال، لاعبين جدد، ما حافظنا على الوايو تاعنا.